الحمد لله رب العالمين، له الفضل وله الثناء وله المجد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي لقاء سابق أخذنا أوائل سورة الرعد مما فيه ذكر صفات الله عز وجل في الكون التي يشاهدها كل عاقل ويقر بها كل مبصر يتفكر في الأمور، مما يدعوه إلى أن يعظم مدبر هذه التدبيرات والأوامر الإلهية. فثنى الله عز وجل بعد ذلك بأمور كونية تتعلق بصفاته جل وعلا قد يغفل عنها بعض عباد الله، من مثل اطلاعه وعلمه جل وعلا بجميع ما في هذا الكون، ومن مثل حفظه للإنسان من كل العوارض التي قد تعرض له. فلعلنا نأخذ بعض هذه الآيات لننطلق منها للاستدلال على وجوب إفراد الله بالعبادة، بحيث لا يعبد أحد سواه ولا يدعى غيره جل وعلا، لأنه سبحانه هو المتصرف في الكون وله دعوة الحق. فلعلنا نستمع لعدد من الآيات في ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء
وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. يذكر الله جل وعلا عن شأن الكفار أنهم إذا عرض عليهم الحق وبين لهم السبيل السوي الذي فيه الهداية التامة أصبحوا يتشرطون بطلب آيات تتوافق مع أهوائهم وتحقق رغباتهم، فكأنهم يقولون لن نؤمن للحق الذي معك إلا إذا نفذت شروطنا وطلباتنا التي نطلبها منك، وليس هذا من العقل في شيء. فلو قلت للإنسان هذا هو الطريق الذي يوصلك إلى المدينة التي تريد الوصول إليها، فقال لك لن أصدق أن هذا هو الطريق حتى أجد ذهباً أنتفع به في طريقي، فيقال له هذا أمر وذاك آخر. وليس من العقل أن تشترط في الحق ليكون حقاً تحقيق رغباتك. ثم كيف تشترط على الله وهو الذي خلقك وهو الذي يتصرف في الكون جل وعلا؟ فليس الشأن بما يقترحونه من علامات وآيات. ولذا يقول قائلهم لو كان صادقا لحول الصفا ذهبا، ولو كان صادقا لفعل كذا ولفعل كذا. فكان الجواب بأن سلوك طريق الحق لأنه طريق الحق وليس لأنه يحقق طلباتكم التي تطلبونها. ثم ذكر أن هذا الأمر إنما هو إلى الله جل وعلا، فالله هو المعطي وهو المانع وهو المتصرف في الكون. ومن ثم فوظيفة الأنبياء إنما هي إرشاد الخلق ودلالتهم على ما فيه نجاتهم وصلاح أحوالهم، وأما الاستجابة لهذه الأمور فهي إلى الله الذي خلق الإنسان والذي يمده بأنواع النعم والذي سيحاسبه عما قريب. ولذا قال جل وعلا إنما أنت منذر، أي ليس من شأنك أن تحقق طلباتهم ولا أن تستجيب لرغباتهم، وإنما وظيفتك أن تكون منذراً تخوفهم من العقوبة الشديدة دنيا وآخرة متى أعرضوا عن طريق الحق. ولست وحيداً في هذا السبيل، بل أنبياء الله السابقون كلهم على ذلك. إنما وظيفتهم أن يرشدوا الخلق وأن يوضحوا لهم الطريق إلى الحق ليكونوا بذلك ممن قام بما أوجب الله عليه. ولذا قال ولكل قوم هاد، أي لكل قبيلة ولكل جماعة من البشر من يرشدهم إلى الحق ويدلهم عليه
وهذه غاية وظيفتهم. أما الإتيان بالآيات والمعجزات التي يطلبونها لتكون على وفق أهوائهم فهذا ليس إليهم، وإنما هو إلى الله جل وعلا. مع أن أنبياء الله قد جاءوا بالآيات، ما من نبي إلا وقد جاء بآيات على مثلها يؤمن البشر، وقد كان هناك معجزات أرسلها الله عز وجل لتكون دليلاً على صدق هذا النبي، ومن أعظمها القرآن العظيم الذي بلغ أعلى درجات البلاغة، وعجز العرب عن الإتيان بمثله، والذي فيه من المواعظ ما يؤثر على القلوب، والذي فيه من الأحكام ما يصلح أحوال الخلق، والذي فيه من ذكر الحقائق العلمية والكونية والتاريخية ما يكون دليلاً على صدق هذا النبي، مما لا يحتاج معه إلى أدلة أو آيات أخرى. ثم ذكر الله جل وعلا سعة علمه وأنه مطلع على كل شيء، لا يخفى عليه شيء من أحوال الخلق، ومن ذلك أنه يعلم بالأشياء الخفية التي لا يطلع عليها، ومن هذا أنه يعلم ما تحمل كل أنثى، فهو يعلم ما تحمله النساء من الأجنة، هل هي ذكور أو إناث، وهل ستكون سليمة أو تكون مريضة، وهل ستتمكن الأم من ولادة ما في بطنها أو أنها لن تتمكن من ذلك، فالله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام، أي ما تنقصه الأرحام، سواء مما يسقط من الأجنة من أرحام أمهاته، أو ممن يتأخر نموه، أو ممن يفقد بعض أعضائه وبعض ما يقيم بدنه، فالله عالم بذلك، كما أنه يعلم ما تزداد الأرحام، سواء بالتوائم التي تأتي بها الأرحام، أو كثرة الأولاد جيلاً بعد جيل، أو ما يعطيه الله لبعض الأجنة من أنواع القوى التي لا تكون لغيرها، أو ما ييسره الله من كمال أجساد بعض الأجنة ليولد سويا، وكل شيء عنده بمقدار، فالله جل وعلا قدر المقادير، سواء في الأجنة فهو قدر وقت حملها ووقت ولادتها وجميع مقاديرها، كما أنه وقت أوزانها ووقت أحجامها ووقت أعضاءها، فالله هو الذي يعطي لهذه الأجنة ما فيه قواها، كما أنه جل وعلا قدر مقادير الكون، فكل ما في الكون إنما يجري بمقادير قد علمها الله جل وعلا وجعلها محددة بأوقاتها. قال عالم الغيب والشهادة، فالله كما أنه يطلع على ما يكون حاضراً بارزاً، كذلك هو مطلع وعالم بخفايا الأمور، سواء ما أخفته الصدور أو ما أخفته الدور، أو ما خفي تحت الأرض أو في أي مكان، فهو المطلع على كل ذلك، وهو الكبير المتعال، فله العظمة التامة وله العلو الكامل على بذاته،
وعلى بقدره وعلى بقهره وعلى بقدرته جل وعلا. فعلو الله شامل لذلك كله، وعلم الله لجميع الكائنات على أعلى درجات الوضوح والبيان، ليس فيه أدنى خفاء. ولذلك يستوي عنده من كان ظاهرا ومن كان خفيا، فالله عالم بهم جميعا. ولذا قال: سواء منكم، أي يستوون سواء منكم من أسر القول، أي جعل أقواله خفية بنجوى لا يسمعها إلا من كان قريبا أو من جهر بالقول ورفع صوته به، فإن الله يستوي عنده علم هذا وذاك، وذاك من سعة علمه جل وعلا. وكذلك يستوي عنده من هو مستخف بالليل، قام بإخفاء نفسه بإغلاق البنيان أو بستر نفسه بأنواع الأغطية، فالله جل وعلا عالم بما فعله العبد تحت هذه الكثب من أمور الخفاء. ويستوي عنده من هو مستخف بالليل ومن هو سارب بالنهار. قال بعض أهل العلم: السارب بالنهار المظهر المعلن الذي يشاهده كل أحد، فالله عالم به كما هو عالم بمن هو مستخف، فهم على ناحية سواء. وقال آخرون بأن المراد به أيضا من استخفى في النهار ولم يطلع عليه أحد، ولا يمتنع أن يكون الجميع مرادا، فإن الله عز وجل قد يستخدم اللفظ ويريد به المعاني المتقابلة. ولا شك أن علم الله محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه. جماهير أهل العلم على أن الضمير في قوله له يعود للإنسان، أي واحد من بني الإنسان، فإن الله قد جعل له ملائكة يتعاقبون عليه يحفظونه ليلا ونهارا من أنواع الأقدار، فبعضهم يكون بين يديه وبعضهم يكون من خلفه يحفظونه من أمر الله. إما أن حفظهم جاء من أمر الله لهم، فالله قد أمرهم أن يحفظوه أمرا كونيا، وإما أن يكون المراد أنهم يحفظونه من الأقدار التي قدرها الله عز وجل أن تكون في الكون وقد أمر بحصولها فيه. ثم بين الله جل وعلا أن تغيير أمر الإنسان يعود إليه جل وعلا، فهو الذي يغير حالك من الفقر إلى الغنى، ومن المرض إلى الصحة، ومن الذلة إلى العزة، ومن الضعف إلى القوة، كما أنه يقلب حالك بضد ذلك. ولذلك ينبغي بالإنسان أن يسند هذه الأمور إلى ربه جل وعلا، وأن لا ينسبها إلى نفسه. والله قد بين أن هذا التغيير له أسباب تعود إلى الإنسان، فقال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فتغيير الحال وتبديله من أمر إلى آخر إنما هو إلى الله، ولكن هناك أسباب من بني آدم
تقتضي أو تكون موصلة إلى هذا التغيير بإذن رب العزة والجلال. فمن بدل حاله من التوحيد إلى الشرك، ومن السنة إلى البدعة، ومن الطاعة إلى المعصية، بدل الله حاله من الرغد إلى الشدة، ومن تيسير الأمور إلى تعسيرها. ومن بدل حاله بضد ذلك فغير الشرك واستبدله فليكون من أهل التوحيد، ومن ترك البدعة ليسلك طريق السنة، ومن ترك المعاصي إلى طريق الطاعات، فإن الله يبدل حاله ويغيرها من السوء إلى الخير، ومن الشر إلى النعم، ليكون ذلك من أسباب تقوى العبد لربه وشكره له سبحانه. وهذه اللفظة مع اقتصارها وقلة ألفاظها، إلا أنها قد اشتملت على جانبي الوعد والوعيد، وجانب بيان سنن الله في الكون، لتكون عظة وعبرة لكل متأمل فيها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الذي بالنفس يشتمل على أمرين، أولهما وهو الأهم ما في القلوب، فإن ما في القلوب له أثر عظيم في حياة الإنسان، فإن من علق قلبه بالله ورجاه وحده وأمل منه الخير، فإن الله جل وعلا يجعل له من عاقبة الأمور ما يسر به وينعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وقال سبحانه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فانظر لهؤلاء الأعداء الذين كانوا أسرى، ومع ذلك يقال لهم: أصلحوا ما في قلوبكم يؤتكم الله الخير وينعمكم به. والمعنى الثاني من معاني لفظة ما بأنفسكم يتعلق بتصحيح الإنسان لعمله، فمن صحح العمل كان ذلك من أسباب نعم الله عز وجل له في الدنيا، مع ما ينتظره من الثواب في الآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن هنا فعلى الإنسان أن يصلح ما في قلبه بأن يجعل نيته لله وعمله لله، ليكون الله معه فيغير حاله من السوء إلى الخير، وليحذر من أن يكون ما في باطنه أو أن يكون عمله مخالفاً لما في شرع الله فينزل الله عليه العقوبة. ثم بيّن الله جل وعلا أن عقوبة الله إنما ينزلها لمن قدر الله عز وجل عليهم مخالفة أمره. قال: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. يعني أن الله إذا قدر تقادير تلحق العذاب ببعض بني آدم أو تكون سببا للهلاك عندهم، فإنه لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يرد عذاب الله. وحينئذ فانظر إلى غيرك يا أيها الإنسان، كم من صحيح كان يماثلك جاءته حشرة يسيرة فغيرت حاله، وأبدل الله
صحته مرضا، فأصبح لا يستطيع أن يتحرك بأدنى حركة. وانظروا إلى هذه الأمراض التي تأتي بعض بني آدم، هذه أمراض السرطانات على اختلاف أنواعها، وأمراض القلوب، وأمراض الجلطات على اختلافها. تأتي الإنسان في لحظة يسيرة فتبدل حاله، بدل أن كان نشيطاً يتحرك فإذا به عاجز عن أي حركة. وانظر إلى ذلكم الشخص الذي يتنفس الهواء متنعماً بنعمة الله عليه بذلك، تأتيه حشرة يسيرة من هذه الحشرات المعدية التي لا ترى بالعين المجردة، فتدخل في بدنه فيعجز عن إدخال الهواء إلى بدنه. فانظر إلى قدرة الله جل وعلا، واعلم بأن من أجرى ذلك على غيرك قادر على إجرائه عليك. ولذلك ليكن من شأنك أن تعلق قلبك بالله عز وجل، وتعلم أنه إذا أراد الله، أي قدر وشاء بقوم سوءا، أي مقادير لا يرغبونها، فحينئذ لا بد أن يقع قدر الله، ولن يتمكن أحد من رد قدر الله أو الوقوف في وجهه وما لهم من دونه من وال، أي لا يوجد هناك من يتولى أمورهم ليدفع قضاء الله وقدره الذي قدره عليهم. وانظر في حال من أعطاه الله القدرات والإمكانات الدنيوية من رؤساء الدول ومن أصحاب الأموال وممن لديهم إمكانات عظيمة، لم يغن ذلك عنهم شيئا، فقدر الله لما جاءهم أتاهم مع ما هم فيه من إمكانات دنيوية مادية، فقدر الله أغلب وقضاؤه أوجب. ولذلك على الإنسان أن يستشعر أن كل تصرف في الكون فإنما هو من الله، وأن الله هو الذي قدره جل وعلا. ثم ذكر جل وعلا آية عظيمة تستدعي انتباه النفوس وخوفها من الله جل وعلا وطمعها له سبحانه وتعالى، فقال: هو الذي يريكم البرق. فالبرق هذا الضوء العظيم الذي يحدث عند اصطكاك السحاب بعضه ببعض، فيحدث نور عظيم، صاعقة كبيرة تصل إلى ما وصلت إليه فتحرقه في لحظات يسيرة. هو الذي يجعلكم ترون هذا البرق يضيء في الكون ويغير أحوال الخلق. أنتم تنظرون إليه بعين الخوف فإنكم تخافون أن يصل إلى شيء مما لكم فيحرقه، وكذلك تنظرون إليه بعين الطمع لأنكم تؤملون في نزول الأمطار التي تحيا بها بلادكم وتنعش ويخرج بها الربيع ويكون سبباً من أسباب سقياكم وأنعامكم ومن أسباب تمكنكم من زراعة أنواع الأشجار والزروع. فهو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً، وهذا يدلك على قدرة الله، حيث جعل علامة كونية واحدة تستوجب شعورين متضادين متناقضين، أحدهما الخوف والثاني الطمع، تخاف من الله وتطمع في فضله جل وعلا. ثم ذكر آية عظيمة، ألا وهي أنكم تشاهدون السماء مصحية
صحواً لا سحاب فيها، فما هي إلا لحظات حتى ينشأ السحاب ويتغير الجو وتصبح الغيوم قد ظللت على الأرض، مما يجعلكم تطمعون في نزول أمطارها. فهو سبحانه ينشئ السحاب الثقال، أي عظيمة المقدار، بمثابة الجبال العظيمة الكبيرة. وهكذا يسبح الرعد بحمده، والرعد الصوت الذي يظهر والذي يسمع عند اصطكاك أنواع السحاب في السماء، حتى يسمعه الناس بالصوت المرعب الذي يحرك القلوب ويجعلها تخاف من عواقب ذلك. هذا الرعد الذي يخيفكم إنما هو تسبيح لله جل وعلا، فهذا الرعد ينزه الله عن طريقة أولئك المشركين الذين يذلون ويخضعون لغير الله. ومن ثم فهذا الرعد يسبح الله ويسبح بحمده، أي بصفاته العظيمة الجليلة. وكذلك الملائكة يسبحون الله عز وجل من خيفته، فهم يخافون الله جل وعلا. وهكذا من الآيات الكونية هذه الصواعق التي يرسلها الله فيجعلها تهلك بعض المخلوقات، فيرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، فتحترق الأشجار وتتكسر الجبال وتنهدم البيوت ويهلك بعض بني آدم بهذه الصواعق التي يقدرها الله عز وجل. هذه الآيات الكونية التي يشاهدها الإنسان ويطلع عليها ينبغي أن تزرع في قلبه خوفاً دائماً من الله جل وعلا، وأن لا يأمن في أي حال من أحواله. وإذا تأملت في حال الإنسان وجدته يجادل مجادلات الباطل، وتجده يقدم حججاً واهية ليسلك طريقه الضال وليبتعد عن الحق، بينما هو يجادل في الله بحيث يريد أن يصرف العبادة لغيره وينسب بعض الآيات والعلامات الكونية لغيره، إلا أن الله عز وجل هو المتصرف في أحوال الناس وهو شديد المحال، أن يغير حالهم من حال إلى حال، فهو يغير حال الإنسان في لحظات يسيرة إلى ضد حاله الأول، كما ذكرنا في حال المرض وحال الفقر وحال الأمن. كم من إنسان كان آمنا وفي لحظة تبدل حاله، وكم من إنسان كان غنيا في لحظة افتقر، وكم من إنسان كان صحيحا وفي لحظة مرض. وما ذاك إلا من علامات قدرة الله على العبد، فهو يحول حاله من حال في لحظات وهو شديد المحال. ثم قال تعالى: له دعوة الحق، أي أن العبادة الحق إنما هي لله عز وجل، بحيث لا يصح أن يعبد أحد سواه. فإن كلمة الدعاء قد يراد بها دعاء العبادة، كما أنه قد يراد بذلك دعاء المسألة. فالذي إذا دعي استجاب هو الله جل وعلا، فهو سبحانه قد وعد الداعين بأن يجيب دعواتهم.
لكن من يدعى من دون الله سواء من الأصنام أو الأحجار أو الأشجار أو بعض بني آدم أو ممن يسمون بالأولياء أو حتى من الأنبياء أو الملائكة، فكل هؤلاء ليس من شأنهم أن يجيبوا دعوات من دعاهم، ولا من شأنهم أن تصرف لهم عبادة دون الله جل وعلا. ولذا قال: والذين يدعون من دونه، أي أولئك الذين يدعون من قبل المشركين من دون الله عز وجل، لا يستجيبون لهم بشيء، أي لا يحققون مطلوبهم ولا يستجيبون لدعواتهم، لأن التصرف في الكون إنما هو إلى الله جل وعلا. ثم ضرب الله مثلاً بديعاً في هذا: هناك رجل وقف على رأس البئر، الماء في جوف البئر، فمد يديه يطلب أن يصل الماء إلى يديه، فهل يصل الماء إلى يديه؟ فهكذا دعاء هؤلاء الذين يدعون من دون الله ليس له أثر ولا يحقق شيئا من مطلوبهم. وهكذا عندما يكون هناك ماء ينزل من علو إلى أسفل، فيأتي من يتلقاه بيد مبسوطة غير مقبوضة قد فلت أصابعها، فإنها لا تمسك شيئا من الماء. فهكذا دعاء من دعا من دون الله جل وعلا. فأصحاب القبور لم يدفعوا عن أنفسهم الموت ليتمكنوا من دفع الضر عن غيرهم، فكيف يدعون من دون الله جل وعلا؟ وهؤلاء الأولياء والأنبياء إذا دعوا فإنما يدعون الله جل وعلا، فمن أراد أن يسلك طريقهم فليدعو بمثل ما دعوا، دعوا الله جل وعلا وعرضوا حوائجهم على رب العالمين الحي الذي لا يموت والقادر الذي لا يعجزه شيء، والذي وعد الداعين بأن يجيب دعواتهم. ولذا قال: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، أي ليصل الماء إلى فمه، وما هو ببالغه، أي لن يصل الماء أبدا لكون هذا الفعل لا يوصل ماء إلى الفم. ولذا قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أي أن هذا الدعاء الذي يصرفه هؤلاء إلى غير الله عز وجل إنما هو دعاء لا فائدة منه، ولا يتحقق به رجاء ولا يستجاب له. وهكذا عبادة المشركين لمن يعبدونهم من دون الله لا تنفعهم شيئا. ثم أرشد الله جل وعلا إلى أن الكون كله يسجد لله وحده، ومن ثم علينا أن نتوجه بقلوبنا إليه سبحانه وتعالى، بحيث نصرف عباداتنا جميعاً لله سبحانه، فلا نصرف شيئاً منها لغيره، ويكون دعاؤنا لله وحده دون من سواه. ولذا قال: ولله يسجد من في السماوات والأرض، بما يشمل معبوداتكم التي تعبدونها من دون الله، فإن الله جل وعلا يجعلها تسجد سجوداً الله أعلم بحقيقته. وهذه المخلوقات بعضها يسجد
طوعاً لله عز وجل كسجود أهل الإيمان لربهم سبحانه وتعالى، بينما هناك مخلوقات تسجد لله بغير اختيارها ولا إرادتها وظلالهم، أي أن المخلوقات التي لها ظلال تسجد لله وظلها يسجد لله جل وعلا. وقوله بالغدو يعني في أول النهار، والآصال آخر النهار، وهذا وقت وجود ظل كل شيء، فإن الظل إنما يكون عند بداية النهار وعند نهايته. فكما أن هذه المخلوقات تسجد لله جل وعلا، فهكذا ظلالهم يسجد له سبحانه في أول النهار وفي آخره. فهذه آيات عظيمة فيها معان جليلة وأحكام كثيرة. فمن تلك الأحكام أن إنزال المعجزات والآيات الدالة على صدق الرسل إلى الله جل وعلا، وليست بحسب مطالبات الأقوام. وقد بيّنت آيات أخرى أنه لو استجيب لمن اخترع وطلب آيات محددة ثم لم يستجب، فإن ذلك يكون سبباً من أسباب هلاكهم. ولذا كان من رحمة الله بالعباد ألا يستجيب لهم في تحقيق ما طلبوه من الآيات والمعجزات. وفي هذه الآيات أن وظيفة الأنبياء وأتباع الأنبياء النذارة وتخويف الأقوام ودعوتهم وهدايتهم إلى الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن استعمال سبيل الإنذار والتخويف في الدعوة إلى الله جل وعلا، بحيث يخوف العباد من ربهم سبحانه وتعالى، طريقة مشروعة سائر عليها أنبياء الله عليهم السلام. وفي هذه الآيات دلالة على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قال ولكل قوم هاد، يعني أن الأنبياء السابقين يدعو كل واحد منهم قومه، وحينئذ نعلم أن المقابل لهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، المذكور شأنه في قوله إنما أنت منذر، لا تختص نذارته ودعوته بقومه بل تعم من في الأرض. وفي هذه الآيات أن الله مطلع على كل ما في الكون، وأنه لا تخفى عليه شيء من أمور هذا الكون، ومن ذلك علمه بالأجنة التي تكون في بطون النساء، فهو يعلم من حملت ومن لم تحمل بمجرد حملها، بل يعلم بذلك قبل حصوله، ويعلم سبحانه جريان أحوال الأجنة في بطون أمهاتها، فيعلم من يكمل ومن ينقص، ويعلم وقت ولادته، ويعلم من يسقط ومن يبقى، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن أحداث الكون ووقائعه قدر الله عز وجل لها مقادير في أحجامها وصفاتها وكيفياتها وأوقاتها وأماكنها، فهذه المقادير قد قدرها الله جل وعلا، فهو عالم بها وهو الذي قدرها سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات استواء علم الله في الأمور الظاهرة مع علمه بالأمور الباطنة الخفية. وفي هذه الآيات وصف الله جل وعلا بصفة العلو، فهو عال بذاته
كما أخبر أنه فوق سماواته وهو عال بقدره، فهو أعظم من كل شيء، وما قدر الله حق قدره. والمؤمن يقول الله أكبر، وكذلك هو عال بقدرته فلا يعجزه شيء، وهو عالم بقهره، فهو الذي ذلت له المخلوقات وخضعت لأمره سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات وجوب أن يتحفظ الإنسان في مقاله، فلا يتكلم بكلمة إلا وهو يعلم حسن عاقبتها دنيا وآخرة، سواء أسر بها ولم يطلع عليها إلا الخاصة، أو جهر بها وأعلنها حتى علمها العامة. ومن هنا فإن الإنسان يختار أطايب القول ليكون بذلك مرضياً عند ربه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن تخفي الإنسان لا يخفيه ولا يستر أموره وأحواله عن رب العزة والجلال، بل هو مطلع على السرائر عالم بها. وفي هذه الآيات رحمة الله بالإنسان، بحيث جعل له ملائكة يحفظونه من المقادير التي يقدرها الله جل وعلا، وكذلك هم يحفظون أعماله فيسجلونها ويكتبونها لتعرض عليه في يوم المعاد. وفي هذه الآيات أن تغيير أحوال الكون إنما هو إلى الله جل وعلا، وأنه لا يستطيع أحد كائناً من كان أن يغير في الكون، فالله المنفرد بعلم الغيب، والله المنفرد بالإعطاء، والله المنفرد بالمنع، والله جل وعلا هو المتصرف في الكون. والعباد إنما هم قاسمون بأمر الله جل وعلا. وإن يردك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وفي هذه الآيات أن الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن في عبادة الله أحسن الله إليه في دنياه وأخرى، ومن أساء في عبادة الله أساء الله حاله دنيا وآخرة. وفي هذه الآيات أنه لا يحل لعبد أن يذل ويخضع لأحد من المخلوقات كائنا من كان خوفا منه، وإنما يخاف العبد من الله أن يسلط عليه من في الأرض. فوالله لو كان من في الأرض كلهم جميعا على منوال واحد وطريقة واحدة وأرادوك بأدنى سوء، فإنهم لن يصلوا لذلك إلا بتدبير من الله وقدر منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذا على الإنسان أن يتوجه بقلبه إلى الله طمعا في فضله، وخوفا من عقابه، ورغبة فيما عنده، ليكون هذا من أسباب صلاح آخرته فتأتيه الدنيا تبعا. وما ذكر في الآية إنما هو بيان سنة كونية، أن من أحسن في عبادة الله غير الله حاله إلى الأحسن. وليس معنى هذا أن يريد الإنسان الدنيا أو أن يقصدها بعمله، ولكنه يعمل للآخرة ويريد ثواب الآخرة فتأتيه الدنيا تبعا.
وفي هذه الآيات التذكير بآيات الله الكونية فيما يتعلق بالسحاب، فالله هو الذي ينشئ هذا السحاب بينما هي صحو، فإذا بها تنقلب إلى سحاب كثيف غليظ حمل المياه الكثيرة، وكذلك هو الذي يجري هذا السحاب ويرسله إلى ما شاء من الأراضي، وهو سبحانه الذي يجعل البرق في السماء ويصرفها لتكون صواعق تصيب من شاء من مخلوقات الله على الأرض، وهكذا هذا الرعد العظيم بصوته الكبير تدبير الله، وهو مسبح لله منزه له من أن يراد أحد سوى الله أو يعبد غير الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به ألا يخاف من الآيات الكونية وألا يطمع فيها، وأن يكون خوفه وطمعه لله جل وعلا، فيخاف من الله ويطمع في فضل الله جل وعلا. وفي هذه الآيات من الفوائد ذكر شأن الملائكة الذين يسبحون الله في كل أحوالهم من أجل أن يقتدي العباد بهم فيكونوا من أهل تنزيه الله وتسبيحه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات ذم حال أولئك الذين يجادلون بالباطل في الله تعالى، وبيان أن جدالهم وما يزعمونه من حجج لا يغني عنهم من الله شيئا ولا يدفع عنهم عقوبة رب العزة والجلال القادر على كل شيء شديد القوة وشديد العقاب شديد المحال، يحول العباد من حال إلى حال. وفي هذه الآيات أن العبادة الحقة إنما هي لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، كما أن فيها أن الدعاء المستجاب هو الدعاء الموجه إلى الله جل وعلا، وأما الدعاء الموجه لغيره من الأولياء والأنبياء والملائكة أو من غيرها مما يعبد من دون الله فإنه لا يستجاب لصاحبه ولا يحقق له مراده. وفي هذا ترغيب الناس في دعاء الله جل وعلا والتضرع بين يديه وعرض الحوائج عليه سبحانه وتعالى. وفي هذا ضرب الأمثلة التي تقرب الحال وتوضح للإنسان ما يخفى عليه ويغمض من وقائع الحياة. وفي هذه الآيات أن المقادير تحتاج إلى بذل الأسباب الموصلة إليها، وأن ترك السبب ليس مما يقبل عقلا، فإن الإنسان وإن علم أن الله المتصرف في الكون إلا أنه قد جعل للمقادير أسبابا، فمن أراد تدبير الله في الكون فعليه ببذل الأسباب. ولذا من لم يبذل الأسباب الصحيحة الموصلة إلى الأهداف التي يرجوها فإن تلك الأسباب لا تفيده شيئا، ولذا لا يجعل شيء من الأشياء سببا لآخر إلا بدليل من الشرع أو بدليل من الواقع والتجربة، ولا يجوز لنا أن نقول بأن هذا الأمر سبب في غيره أو أنه يوصل إليه بدون أحد هذين الأمرين. فمن جاءنا وزعم أن بعض الأشياء تدفع بعض
تدفع الضرر الذي قد يقع على الإنسان، قيل له: ما دليلك؟ ائت به من شرع الله أو من دلائل التجربة والحس. فمن أمثلة ذلك أن النصوص جاءتنا بأن من حافظ على أذكاره فإن الله جل وعلا يدفع عنه ما قد يكرهه من مقادير الله في الكون كالأمراض. والتجربة والواقع عرفنا بها أن من تناول الأدوية أن تلك الأدوية تدفع المرض بإذن الله جل وعلا. فمن جاءنا وأتى بأمور يزعم أنها من الأسباب الموصلة إلى بعض النتائج بدون أن يكون عليها دليل من الشرع أو من التجربة لم يقبل منه ذلك. فمن جاءنا مثلا وقال بأن هذه التمائم التي تعلق تدفع شيئا من قدر الله، قيل له: ما دليلك على هذا من الشرع أو من الحس والتجربة؟ فما لم يكن عليه دليل فإنه لا يقبل من ادعاه. وفي هذه الآيات بيان أن الواجب إفراد الله بالعبادة، فإن العبادة الحقة يجب أن تكون لله وحده، وفيها تحريم صرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن أدعية الكافرين وعباداتهم لا تنفعهم شيئا بل تكون وبالا عليهم. وفي هذه الآيات صرف أنظار بني آدم إلى تسخير الله للكون مما يجعلهم يوقنون أن من سخر هذا الكون يجب إفراده بالعبادة، وبالتالي لا بد من الخضوع له والذل له سبحانه وإفراده بالعبادة. وفي هذه الآيات ذكر سجود من في السماوات ومن في الأرض لله تعالى، فبعضهم يسجد طوعا وبعضهم يسجد كرها. وفي هذه الآيات وجوب إفراد الله بعبادة السجود، فلا يجوز أن يسجد لغير الله تعالى، ولذا قال: ولله يسجد، فإنه إذا قدم المتعلق وهو هنا الجار والمجرور أفاد ذلك الاختصاص والحصر. فلما قال: ولله يسجد، معناه أنه لا يسجد لغيره سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات التمعن في بديع صنع الله في جعل أوائل للنهار وأواخر يكون فيها الظل ساجدا لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلكم من الهداة المهتدين، ورفع الله درجاتكم وجعلكم ممن يوحدون الله في دعائه وعبادته. أسأل الله أن يستجيب لدعواتكم وأن يبارك فيكم وأن يجعل العاقبة الحميدة لكم دنيا وآخرة، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يكفيهم الله شر أنفسهم وشر غيرهم، وأن يبارك فيهم وأن يوفقهم لأنواع الطاعات، كما نسأله جل وعلا أن يجعل نصفنا الثاني من شهرنا خيرا من نصفه الأول بفضله وإحسانه، كما نسأله أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي أذهاننا وفي حفظنا وفي قراءتنا وفي سائر أعمالنا، ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.